ابو حميد ازيك؟ الحمد لله. مصطفى يونس معاك، معانا ازيك يا كابتن مجدي عبد الغني وكابتن محمد صلاح ابو جريشه وعم الاعلاميين العرب كابتن مدحت شلبي. الله يخليك. ازيك يا كابتن؟ ازيك كلكم؟ اهلا بيك يا احمد. مبروك. اولا على الماتش كعلى النتيجه، اداء احنا بنقول قلنا في الاستوديو ان كنتوا معذورين زي ما قال سيد كابتن سيد مدير الكوره، ان كنتوا متوقفين بقالكم فتره والماتشات الحبيه تختلف تماما عن الماتشات الرسميه. شفنا الجون الجميل والاوفر الجميل اللي انت عملته، يعني خلال ال 90 دقيقه يا ابو حميد اتنين اتعملوا، واحد لاسامه حسني واحد لدومينيك. اه والله يا كابتن طبعا الحمد لله، طبعا على الثلاثة بونت اهم حاجه طبعا، والجونين طبعا والحمد لله لما دخلنا جوان. الفرقه اللي احنا بنلعبها فرقه كويسه جدا، واكيد انتم شايفين يعني الفرقه مش فرقه سهله. اشوف اللي احنا بنلعب الماتش بنتيجه كويسه، احنا بعاد كتير جدا، بقى لنا فتره كبيره جدا الدوري متوقف ولعبت خمس ماتشات وديه، اكيد برده مش هتوصل لماتش رسمي قوي زي الماتش دوت. احنا بادئين بماتش قوي جدا في بطوله افريقيا مع الفرقه ديت، فانا شايف ان احنا الحمد لله يعني ده اول ماتش ان شاء الله يكون جاي احسن ان شاء الله باذن الله. طيب احمد، في نقطه مهمه جدا لازم برضو اكلمك فيها، ان حصل انفرادات كثيره النهارده بالنسبه لسوبر سبورت. والله يا كابتن زمان قلت لك يعني احنا بقى لنا فتره كبيره جدا فعلنا على مستوانا، فاكيد هنقعد يعني الفرقه كلها مش مستواها، مفيش حد بيتسبب اللي هو يعني كنت انا حضرتك شويه على بتكلم على حسام غالي، فانا يعني بدل عذر لحسام بقاله كتير جدا فمش حد بيلعب اكيد. الحقيقه العذر ليكم كلكم يا فتحي، مش لحسام، ليكم كلكم يعني. حضرتك كنت بتلوم على حسام غالي شويه، لكن هو قصده طبعا يعني حاجه غلط، حد قصده في الملعب لغايه. لا طبعا. لكن انا شايف الفرقه اهم حاجه اللي احنا جبنا جونين وشويه يعني ادونا ثقه شويه اللي احنا ان شاء الله الماتشات الجايه نبقى احسن. اكيد. وبعدين ده ماتش بعد توقف طويل يا احمد، خلي بالك بقى. انت فاكر انت لعبت نهائي البطوله دي مرتين، فاكر امتى وامتى يا احمد؟ لعبت نهائي مع الاسماعيلي. ايوه، قدام مين؟ هنمبا. بس انت كنت تتهيألي مع منتخب الشباب وقتها؟ لا، كنت مع منتخب الشباب انا وحسني. اوكي. وطلعنا من الارجنتين والحين العوده عندنا في الاسماعيليه، وكنا خسرانين بره 2 وكسبنا 1 عندنا. والمباراه الثانيه؟ اللي لعبتها نهائي مع القصر الكاميروني مع الاهلي، وكانت النتيجه كام؟ 2-1 2-2 بنالتي بتاع شادي الاخير 2-2. انت لعبت 10 دقايق يا احمد في الماتش ده. لا، ده كان اول ماتش ليا بعد الاصابه، كنت قاعد في الماتش ده كان اخويا نزل لي. ساعه بالظبط. انا بس عايز اقول لك يا ابو حميد نصيحه، الماتش اللي هناك باذن الله تخلي بالكم من الكور الثابته، وبالذات الكمان بتلعب على القريبه فتحي، اللي النهارده اتعمل 2-3 كانوا في منتهى الخطوره، هو شافهم بنفس الاسلوب. مع كابتن والله يعني زي ما قلت لحضرتك احنا بقى لنا فتره كبيره جدا بعاد عن الماتشات الرسميه. اكيد طبعا. اهم حاجه بس احنا الفتره الاول عندنا ماتش مع منتخب افريقيا، ده هيكون مهم وصعب ان شاء الله نعديه بس الاول، احنا بس ربنا يوفقكم في جنوب افريقيا ماتش المنتخب وبعد كده يحلها ربنا. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. توفيق يا احمد والف مبروك. ربنا يخليك. مبروك يا ابو حميد. الف مبروك.